وينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي بعد التحية. كما شاهدنا في التقرير الذي عده الزميل عبد الرحمن المدفع والذي تحدث عن ما زالت أن وسائل الإعلام القطرية والتابعة للنظام القطري خصوصا قناة الجزيرة ما زالت تتبع أسلوب الاستخفاف والاستهزاء وأيضا الكذب. ما تقييمك اليوم للمعايير المهنية والأخلاقية للوسائل الإعلامية التابعة للنظام القطري وبالذات قناة الجزيرة؟ السلام عليكم، وطبعا تحية موصولة لكل أعزائنا المشاهدين من خلال هذه الشاشة الجميلة. أنا أقول حقيقة كخبير إعلامي أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون متزنا ويجب أن يكون أخلاقيا، وهذا ما تفقد إليه كل لنقول القنوات الموجهة من قبل النظام القطري سواء كان على مستوى التلفزة أو على مستوى الإذاعة وحتى على مستوى القنوات الأخرى المولة من النظام القطري. نعم. نحن نشاهد لغة فيها الكثير من الاستخفاف، لغة فيها الكثير من الاستخفاف بعقل ووجدان المتلقي الخليجي والقطري بالأساس. لهذا كل هذا الخطاب الإعلامي هو مبني على فكرة واحدة جدا، ألا وهي محاولة تزييف الواقع الحقيقي ومحاولة تزييف ما يجري داخل قطر ومحاولة تزييف ما يجري حول قطر. لهذا تلجأ الجزيرة وطبعا لنقل الجزيرة وأخواتها من كل وسائل الإعلام المدعومة من قبل النظام القطري في هذه المحاولة لغرض إيصال رسالة واحدة ووحيدة تقريبا، ألا وهي الضرب في اللحمة الخليجية ومثل ما الضرب في اللحمة الداخلية للإنسان الخليجي، ومن ثم محاولة توجيه الرأي العام إلى صوب تلك الفكرة المجنونة التي طبعا تتبناها قطر منذ أن أطلقت هذه القناة. نعم، إذا في نظرك ما هو اليوم المطلوب للرد على مثل هذه القنوات ووسائل الإعلام التي تستخدم كأداة من جهات طبعا مغرضة بهدف فبركة الأكاذيب، دعم الفوضى، دعم عدم الاستقرار في بعض الدول أو في الدول؟ سيدتي، طالما ناديت وتحدثت هذا الموضوع في معظم القنوات الفضائية العربية وحتى العالمية، نعم، على ضرورة إيجاد خطاب إعلامي خليجي متزن ومتوازن. يجب أن يكون الخطاب بعيدا عن قصة الربح، لأن تعلمنا نحن منذ الخمسينات على مسألة مهمة وخطيرة جدا، ألا وهي محاولة الضرب الآخر عندما تنشأ لنقول عندما نمر بأزمات معينة. نعم. نحن بحاجة إلى خطاب هادئ، خطاب يخاطب العقل ووجدان المتلقي الخليجي والعربي، ومن ثم ننقله الحقائق. نحن نحتاج إلى إعلام ينزل إلى نبض الشارع، ماذا يريد المواطن الخليجي في البحرين، ماذا يريد المواطن الخليجي في الإمارات وفي المملكة وفي الكويت وفي عمان، ما هي الحقائق التي ربما تحاول الآلة أو نسميها الماكينة الإعلامية القطرية إيصالها إليه، ومن ثم إما تفنيدها وإما إلقاء الأضواء الكاشفة عليها. نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة جدا من الخبراء الإعلاميين القادرين على تفسير الموقف ومن ثم إيصال رسالة مختلفة تماما، لأنه الآن كثر الهرج والمرج. طبعا هنا لا أستطيع الوسائل الإعلام الأخرى. نعم. حقيقة هناك أيضا وسائل إعلام أخرى خليجية يعني وقعت في هذا الشرك، وخاصة فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي، يعني وسائل التواصل الاجتماعي أصبح البعض فيها مع الاحترام والتقدير للجميع أصبح البعض فيها مهرجا، وهو طبعا إما أن يعادي المسألة وإما هو يدعم المسألة. لهذا نحن نحتاج إلى تقنين هذا الخطاب الإعلامي ومن ثم تهذيبه لغة وتهذيبه لغة وتهذيبه فكرا وتهذيبه في إيصال الصورة إلى المتلقي. نعم، المفكر الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي من دبي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.